بالظبط. يا استاذ عصام انت جاي تستشهد بالاستاذ علاء اسماعيل، قال لك انا سمعت من حازم الهواري انه قال طول ما انا موجود مش هتاخدوا بطوله، مش هتاخدوا بطوله على اعتبار ان قبل حازم الهواري كنتم مكتسحين البطولات. طب خلينا بالمنطق، لان احنا يعني فعلا عايزين نناقش بعض بالمنطق شويه وبالحقائق. حازم الهواري الله يمسيه بالخير مسك اتحاد الكوره او دخل عضو في اتحاد الكوره اول مره من 96 ل 99، من 96 ل 99 الاهلي واخد الدوري اخر 3 سنين قبل حازم الهواري ما يدخل، يبقى كان ايه ظله انه هيجي بعد 3 سنين. بقول لكم واخد الدوري قبل ما حازم الهواري يجي اتحاد الكوره 3 سنين متصله. طب المره الثانيه حازم الهواري دخل اتحاد الكوره كعضو مع الكابتن سمير زاهر عليه رحمه الله في الفتره الثانيه بتاعته من 2005 ل 2008، وبعد كده استمرت لغايه حادثه بورسعيد. هتقولي حد في مصر الذهبيه للنادي الاهلي هنستشهد بمين؟ استشهد بالكابتن حسن شحاته. في حد زملكاوي اكتر من حسن شحاته؟ في الفتره دي الكابتن حسن في منتخب مصر من 2006 و2008 و2010 تقريبا، لو اكيد حضراتكم كلكم فاكرين، مش اقل من 8 9 لعيبه اساسيين في المنتخب من النادي الاهلي. كان حازم الهواري بجاملهم. بقول لكم الفرقه شبه الكامله من المنتخب من الاهلي. الاهلي في الفتره الذهبيه بتاعت مانويل جوزيه ديت، سيبكم من انتصاراته على الزمالك وكلها كانت بحكام اجانب، لكن كمان لما اقول لك واخد 6 افريقيا، طب حازم الهواري ده يعني باسط ايده على مصر وافريقيا؟ واخد بالظبط 6 بطولات افريقيا، لعب كاس العالم للانديه 3 مرات، اكيد كاس العالم للانديه ما بينظمهاش حازم الهواري والاتحاد المصري. الدوري 7 مرات من 2004 ولغايه حتى حادثه بورسعيد. افريقيا 6 مرات زي ما قلت لحضراتكم. طيب ما هو في الفتره دي الزمالك خد بطولات، ما هو الزمالك خد كاس مصر اكتر من مره، ما الزمالك نافس وخد بطولات في وجود حازم الهواري. حد كان يقدر يمنعه؟ حد كان يقدر يشكك في قوه النادي الاهلي وبطولاته؟ انا ما يعني لا، بس يعني انا عايز اعرف ايه يعني القوه اللي بتنسب لشخص لمجرد انه هو راجل اتعرف عنه انه اهلاوي يا سيدي قالها. ده انا كراجل اهلاوي اقول له لا يا شيخ، طب عيني في عينك كده، انت تقدر تعمل ايه للنادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي اتظلم يا استاذ حازم، ها، في 3-4 قضايا وانت موجود عضو مجلس اداره، عملت لنا فيها ايه؟ لما انت صاحب نفوذ جامد قوي كده، ولما يعني كل مسؤولين البلد وزير في الوزارات القويه السياديه زملكاويه، حبيبي العدل في الخارجيه، الاعلام بالكامل، كل يعني باستثناء الدكتور الجنزوري الله يمسيه بالخير رئيس الوزراء في بعض الفترات، انما كل فتراته في المسؤوليه الوزاريه مش كبيره، لكن الباقي ده اللي استمروا الشباب والرياضه، حتى كل وزراء الشباب والرياضه في الفتره يعني دي، يعني نفوذ حازم الهواري اكتر من الدكتور حسن صقر. لا مش حسن صقر بقى، الدكتور عماره والدكتور حسن صقر حسن صقر في الفتره الذهبيه بتاعت الاهلي، حسن صقر وزير الشباب والرياضه. ده انت حتى لما جه وزير اهلاوي كابتن طاهر ابو زيد كان اول همه انه يفكك النادي الاهلي ويمنع مجلس ادارته من الاستمرار. يعني شوف النهارده كيف تساند الوزاره نادي الزمالك وتدعمه. هنجيلها اكيد. ايوه هنجلها. بس انا بقول لك وشوف لما جه وزير اهلاوي عمل ايه. هنجيله. طيب ده في الجزئيه بتاعت حازم الهواري، اللي انا اعتقد الاستاذ عصام سالم اكثر حكمه ووعيا من انه يستند لكلمه زي دي، لان الحقائق كلها بترد عليه. ده اللي انا بقول لك ايه، يبقى شايف بس مش عايز يشوف. مش عايز يشوف.